قدامه. من انتم؟ اجب على ما سمعت. على ما اجيب؟ سؤال لا محل له الا اذا وجهته لنفسك لتجيبنا بنفسك ايضا. اذا كنت لا تعرف كيف تساله لنفسك فلنسالك نحن. من انت؟ سمعت سؤالي ولن امهلك اكثر من هذا لتجيب. اي اجابه تريدها؟ من انا؟ انا صاحب هذه المملكه التي لا اعرف من اين اتيتها. هل انت الملك هنا؟ لما تريد الملك والامبراطور؟ ليس لخير اتيت هذه البلاد. لا شأن لك بما اتيت لاجله. من اي سماء او ارض هبطتم علينا؟ من انتم؟ اوثقوهم وليتبعونا. هيا يا خالد. بس كفوا عن اسئلتكم هذه، والا فلتكفوا ايديكم ولتعملوا السنتكم. اي قوم انتم؟ اصمت. فلتصمتوا انتم، والا فاجيبونا بحقيقه امركم. خالد، قلت لك قيد يديه ولم اقل لك اطلق لسانه. هيا هيا اتبعوني. ما هذا؟ ماذا حدث لرجال سبتة أيضا؟ أتعرف هؤلاء؟ بل لا أعرف كيف أتيتم بهم إلى هنا. ماذا أتى بكم إلى هنا أيها الرجال؟ ما خبر حاكمكم الكونت خوليان؟ أتعرفونه يا رجال الكونت؟ لا نعرفه يا سيدي. ها؟ ألا تعرفونني يا رجال خوليان؟ ألا تعرفون ابن إمبراطوركم الحقيقي؟ أخلت أن يرسل إلي حاكمكم برسالة عاجلة ولا يعرفني رجاله. هل أرسل إليك الكونت يوليان رسالة؟ هؤلاء الرجال يتبعون مملكتي، وقد أرسل لي حاكم حصنهم برسالة عاجلة ليستدعيني. ها؟ هل أرسل لي خوليان ليغدر بي؟ أجيب يا رجال خوليان. فلتنتظر مع رجال تابعك إلى أن يجيبك بنفسه لما أرسل إليك. يهمنا أن نعرف نحن أيضا. لا أشك أن هناك ما يستدعي وجودكم هنا. هل أجبتموني؟ كيف اجتمعتم أنتم وهؤلاء هنا؟ ألا تعرفوا كيف أتى رجال الكونت مع هؤلاء؟ أنت مرة أخرى أيتها الحيزبون؟ نعم أنا أيها الغر. اصمتي وإلا ياب أن يفهم ابن الإمبراطور. أيتها العجوز. أخ هؤلاء الأغبياء، وأنت أكثر منهم غباء. أيتها العجوز. اصمت اصمت كي تسمع مني ما أبيت سماعه أول مرة. هذه الأمة ربما كانت من تساعدك. تساعدني؟ فلتساعدها. فلن يخلصك من قاتل أبيك إلا أمة كهذه. ألم أقل لك يخلصك منه من تساعده؟ وربما يكون الكونت قد بدأ العمل الآن، فهو أحق بمساعدتهم. سيساعدهم لدخول الأندلس. فكر ولا تتكلم. هل تآمر الكونت مع هذه الأمة؟ أجيبه. قال تصمت، وما أحراني بالصمت. أتريدين شيئا أيتها العجوز؟ هل أنت كبير هؤلاء؟ أنا قائدهم، لما تسألين؟ لما تنظرين إلي هكذا؟
عندك ما تقولين؟ عندي، ولكنه ليس لك. ليس لي؟ نعم، وأنا على يقين أنه ليس لك. ماذا تقولين أيتها العجوز؟ لا شيء، فأنت لست ضخم الهامة يا رجل، لست ضخم الهامة. ثم إنك برجالك هؤلاء لا تستطيع أن تملك، فمر رجالك أن يرحلوا عن كوخي، فما أظن أنك عبرت الزقاق لتملكه. صدقت أيتها العجوز، ولك ما أردت، فقط نقيم ما نستعيد به عن كوخي. ها، ألا تريدين الإفصاح عما بداخلك؟ إن كان ولا بد أن تسمع لي، فلتعلم أن ما ملكته الساعة معك لا عليك. هذا إذا كنتم عازمين على أن تدخلوا هذه البلاد. إذا كنتم أتيتم بمساعدة الكونت خوليان، فما أتيتم إلا لتساعدوا من الإمبراطور هذا، فترفق به وستعلم حقيقة ما قلت عندما تصل إلى الكونت. ما دمت مشفقة عليه هكذا، فلما تصرين على طرده من كوخك أيتها العجوز؟ إذا كان بقاؤه في كوخي يعينك على أن تفهم ما قلت فليبقى، بل فليبقى جميع أهلي في كوخي، فأنا أولى بهم. أنا لك أن تستريح يا أخي، فقد انتهت نوبة حراستك. هيا تفضل يا أخي، فلتأخذ مكاني في الخيمة وسأخذ مكانك هنا. طليطلة. طليطلة؟ قلت لك اخفض من صوتك. لما تبغي الوصول الى طليطلة؟ معي رسالة للامبراطور، ربما ادهشك موقفي من قومي، ولكن يجب ان تعرف انني اعمل لصالحكم. ارجو ان لا تعقد الدهشة لسانك فتضيع على نفسك فرصة لن تسنح ثانية. اية رسالة تحملها ومن ارسلك بها؟ لن أثق بك إذا سألتني سؤالك هذا مرة ثانية. ألا يكفيك أنني أتحمل كل هذا من أجل أن أصل برسالة لإمبراطوركم؟ لا شك أنك تحب الإمبراطور ويسعدك أن أصله برسالتي، وأنا سأذكرك عنده بالخير. قل وكفاك دهشة قبل أن يتنبه الحراس إلى ما يدور بيننا. اتجه بمحاذاة الساحل شرقا يعترضك نهر، وعبره وسير مع ضفتي شمالا تصل إلى طليطلة. أتنطلق الآن من فورك؟ هل ترى أنكم في موقف يحتمل الإبطاء؟ جاسوس؟ نعم، يبغي خيانة قومه ومساعدة الإمبراطور. ولما ضللت؟ ليلحق بي قوم هؤلاء قبل أن يعبر النهر. يا الحارس، لما طلبت مقابلتي في هذه الساعة؟ لو لحقت بفارسك وعدت به ستعرف أيها القائد. فارسي؟ أي فارس؟ وأين ذهب لألحق به؟ مر رجالك بالاتجاه بمحاذاة الساحل شرقا قبل أن يعبر النهر. أي فارس قلت؟ أصغر فرسانك، من حاول التحدث إلي وهو يقيدني. خالد؟ لا أعرف من هو،
ولكني أعرف فقط أنه بطريقي الآن لطليطلة ليبلغ الإمبراطور رسالة. لو قلت أن الشمس ستشرق من الغرب لكان أقرب إلى الصدق من قولك. عربي يعمل على أهله وأهل دينه. ما عليك إلا أن تأمر رجالك باللحاق به وتصدق. عد به إلى مكانه إلى أن أعود. كنت قائدك فلا أقل من أن تغمد سيفك وتترجل. أستحلفك بما بيننا أن تقابلني بأقصى سرعة. لو تأخرت فربما فقدنا حياتنا جميعا. أنا في مكان تشتاقه ورسولي تابعك. فلوراندا. ها ما قولك؟ ألا زلت مصرا أنك كنت في طريقك لقتل الإمبراطور؟ القول عندي ما قلته لك أيها القائد. نعم كنت ذاهبا حقا لقتل الإمبراطور. لقتله؟ ها؟ لقتله أم لتصحبه حيث ابنة يوليان قبل أن يموتوا جميعا؟ كنت على استعداد لأن أصدق أي شيء، أي شيء، إلا أن يخون عربي أهله ودينه. خائن يخرج من تحت عمامة أمير المسلمين موسى بن نصير. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله. أرجو أن يكون قائد المسلمين قد اطمأن إلى حسن نيتي في مساعدتكم. لا تنقصك النية الحسنة يا حاكم سبتة، ولا ينقصنا العزم على العبور إن شاء الله. هل تتفضل يا سيدي القائد بالإقامة في حصني حتى يصل جنودك؟ لكم تمنيت دخول حصنك هذا عنوة أيها الحاكم، والحمد لله أن من علينا بدخوله مسالمين. جئني بطريف. السلام على أمير المسلمين. وعليك السلام ورحمة الله يا أول من وطئت قدمه أرض الأندلس. كيف رأيت أرض الله هناك يا طريف؟ كما قال الحاكم يا أمير المسلمين. الحمد لله. أرجو أن يتفضل حاكم سبتة بإيضاح أمر واحد، أمر صاحبك هذا. القائد الموندو لم يكذب أيها الأمير، هو ابن الإمبراطور الشرعي لبلادنا، وإذا كنا نساعدكم على دخول الأندلس فمن أجل استرداد عرشه، وقد دعوته لمساعدتكم. تريد استرداد عرش أبيك الموند؟ وعلى استعداد لبذل الحياة في سبيله، وقدمت ما يثبت صداقتي لكم بإخبار القائد خبر جاسوسكم.
جاسوسنا؟ أي جاسوس يا طريف؟ يا أمير المسلمين، حاول خالد الوصول إلى طليطلة لقتل الإمبراطور منفردا، فظن القائد أنه جاسوس. كان يخدعني إذن حينما طلب مني أن أصف له الطريق. قلت لك لا يوجد عربي يغدر بأهل دينه أيها القائد. لا فض فوك يا طريف، لا فض فوك. القائد الموندو على استعداد لأن يفعل كل ما ترونه بشأن الإمبراطور أيها الأمير. أي مساعدة تستطيع أن تقدمها يا ألموند؟ سيدي الأمير، أستطيع محاربة من اغتصب عرش أبي وأشغله عنكم حتى تعبروا إلى أرضنا، بعدها نطبق عليه سوية. حسن، اذهب واتفق مع الحاكم واعرضوا علينا ما ترون أنه باستطاعتكم. سمعا وطاعة يا مولاي. تعال واجلس بجوارنا يا طارق. قل لي ما رأيك يا طريف؟ يا أمير المسلمين، فلتنسى كل ما سمعت ولتسمع مني شيئا واحدا. ماذا تريد أن تقول يا رجل؟ إنها مؤامرة للقضاء على المسلمين يا أمير المسلمين. كيف؟ سل ولدك أو من في منزلة ولدك. خالد، ماذا تعني؟ بل قل لنا ماذا تعني هذه. أحسنت إذ أخفيت الحقيقة يا طريف. ما كنت بمستطيع أن أقول غير ما قلت، بل إنني تعمدت أن يبدو حرا طليقا أمام رجال الحاكم وأمام هؤلاء أيضا. طلب مني أن أعرض أمره على الأمير ليقول كلمته فيه، فأظهرت الرضا لما طلب. ما رأي سيدي؟ أرسلوا هذا الخائن إلى القيروان بعيدا عن عيون هؤلاء. ولن ننسى ما قلت يا طريف، أما نحن فسنعبر المضيق كما وعدنا. دعهم يدبرون خطتهم، وليناوش الموندو مغتصب عرش أبيه، أما يوليان فسيأتي معنا حتما إلى القيروان. بإمكاننا الغدر به كما يغدر بنا يا سيدي. بإمكاننا الاستيلاء على الحصن والهجوم عليه والقضاء عليه وعلى رجاله، وبعدها نعبر إلى الأندلس إن شاء الله. ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. صدق الله العظيم. سيدي، أنا على استعداد لاقتحام الحصن من الساعة يا سيدي. ليس قبل أن أعرف شيئا واحدا. لماذا وشى الموندو بهذا الخائن؟ لصالح من؟ وهو يريد التخلص من الإمبراطور. يبدو أننا وهذا الموندو هدف لمؤامرة هذا اليوليان اللعين. أترى أن هذا اليوليان يخدعه يا سيدي؟ يخدعه ويخدعنا. يريد أن يتخلص من المسلمين هنا ومن المعارضين هناك. لا شك أنه رجل ذكي، بضربة واحدة يتخلص من كل من يقف في سبيله بمؤامرة يحيك خيوطها منذ شهور. ولكن كما قال مروان بن الحكم، ما فات شيء بعد. أجل، ما فات شيء بعد يا حاكم سبتة. الآن يا غرازيلا، الآن يمكنك أن تطلقي سراح أركاب من السجن. لم أدعي أنني صاحبة حق لترده علي يا أبي. ألا تودين إطلاق سراحي؟ لم أطلبها. ولكني أطلب إطلاق سراحي على شرط ألا تعترفي له بما تم اتفاقي عليه مع العرب. قولي له إننا اتفقنا على أن نتعايش في سلام دون قتال، فهمتي؟ قولي له إننا آمنا أخيرا بما آمن هو به من قبل.
بعد ما يزيد عن عام ونصف عام يا جرازيلا تأتين إلي مؤمنة بما قلت؟ أخيرا تؤمنين ويؤمن الكونت بأن بقائي هنا كان بلا مبرر، بل أخيرا أؤمن أنا نفسي بأن خروجي على يد العرب كما تنبأت يومها. لتنسى ما فات يا أركيت كما نسيتي. لم أنسى كل هذا ولم تنسي. زوجة يلقى بزوجها في السجن على بعد خطوات منها، ولا تفكر مرة في أن تلقي إليه بنظرة ولو من قوة الباب، وتدعي أنها لم تنسى. ماذا لو نسيت إذن؟ لم يكن خلافنا خلاف زوج وزوجة يا أركاد، كان خلافا من أجل أرضنا وديننا. كنت أؤمن أنه لا يجب أن تقول ما تقول. كنت أضعف رجل في الدنيا كلها في عيني يوم قلت نسالم هؤلاء الناس. وأين ذهب إيمانك الآن؟ هل محله إيمان آخر؟ صرت أقوى رجل في الدنيا الآن يا جرازيلا؟ لم يكن إلا خلاف زوج وزوجة، زوج على حق وزوجة على باطل. كان عليك أن تعرفي أنني أقرب رجل إليك في الدنيا كلها يا جرازيلا، لأنه هكذا أمرك الرب. اذهبي للحاكم وأخبريه أنني لو خرجت فلن أظل معه في سبته. وإلى أين ترحل الآن يا أركاد؟ إلى حيث أرضي هناك في فندلوسيا. لا أحسبك ترحب بالذهاب إلى فندلوسيا الآن، كل شيء قد تغير هناك. لم تعد إسبانيا هي إسبانيا يا أركاد. ربما تغير الإمبراطور وتغير الرجال جميعا، ولكني واثق أن إسبانيا هي إسبانيا يا سيدي الكونت. وحتى لو لم أرحب أنا بالذهاب إليها فسوف ترحب هي بقدومي إليها. حتى ولو كانت سبتة تحتاج إليك يا أركاد، سبتة بحاجة إليك الآن يا أركاد لحين عودتي من القيروان. أنا واثق أنك لن تتخلى الآن عن سبتة. إن كل ما أفعله الآن من أجلك أنت، حتى تتسلم سبتة من بعدي دون مشقة ودون عناء. إني راحل الآن إلى القيروان لأتم اتفاقي مع العرب، وإني لأترك سبتة أمانة في عنقك. عليك أن تذكر أن دينك يأمرك بالتسامح والعفو يا أركيت. الدين الذي نسيته ونسيه الكونت. إذا كنا قد نسيناه بعض الوقت فلتذكره أنت دائما. تعال يا فلوراندا، الأمير عاد وفي طريق دار الإمارة، هيا لنقف بين شجر البستان. أهذا خالد معهم؟ لابد وأنه معهم، ولابد أنك تشتقين لرؤيته. شوقي بعودتي أجل من أن يوصف يا رباب. أسرعي أسرعي لترى فتاك وأرى أخي، بل وأبي أيضا. أسرعي. انظري يا فلوراندا، من هنا نستطيع رؤيتهم داخلين. انظري، ها قد أقبل أبوك أيضا مع أبي. لم يقبل خالد بعد، لابد أنه سيقبل مع الفرسان الآن. هل سألت من كانوا معه؟ أسأل. هل ها هو ده؟ خالد خالد. Thank you.
أيها الحارس، افتح الباب، لا تنظر إليها كذا، أسرع. سأفتحها يا سيدتي، وإن كان ليس بأمرك هذه المرة. بأمر من إذن؟ بأمر الأمير. أمرك أن تزج بأخي في السجن؟ وأنت أيضا. أنا؟ لما؟ أخي خالد، ماذا حدث؟ ماذا حدث يا أخي؟ أخوك متهم بخيانة دينه وأهله يا رباب. خيانة دينه وأهلي؟ ماذا تقول؟ لا أظنك تحبين سماعها مرة ثانية. بل قل لي ما حدث. لا شيء يا رباب، لا شيء، فقط حدث ما علمتنيه. ماذا علمتك؟ علمتني أن ينظر المرء حياته لسأر، حاملا روحه على كفه، معلقة بمقبض السيف دائما. ماذا تقول؟ أنا لا أفهم مما تقول شيئا. سلي قيس يا رباب، سلي قيس يدلك. ألا توافقين قيس على ما يفعل؟ ما لك بقيس؟ أصبحت قيسك الجديدة يا رباب، ذهبت لأنتقم لمن أحبها. أظنك لا تنكري علي فعلتي هذه. لن أنكرها. أي ثأر ذهبت له؟ ومن أرسلتك لتثأر لها؟ تكلم. هو سائر كأي سائر، وهي امرأة كأية امرأة. لم أطلب منك الثأر، لم أطلب منك الثأر إلا لأنك لا أحد غيرك يثأر لأبيه وأمه. أتعيب علي أنه لا أخ لي إلا أنت؟ وما شأن قيس بذلك يا رباه؟ ها؟ ما شأنه بذلك؟ لماذا حملته ما حملتني إياه؟ من هنا تعلمتها يا رباب. قص علي ما حدث. أمير المسلمين، أتدرين سيف من هذا؟ اصمتي، اياك ان تنطقي بها مره اخرى. بل نحن احوج ما نكون اليها الان يا ابي. قلت اياك ان تنطقي بها. اذا كان لكم ان تنطقوا بشيء فلتخبروني عن اتفاقكم مع حاكم سبته على الغدر باهلكم. انطقوا قبل ان يمزقكم هذا السيف عملا بوصية صاحبه. لا أحسب أن أبي قد أوصاك باتهام ولديه بالخيانة ثم بتمزيق جسديهما بعدها. بل أوصاني بأن أعمل سيفه هذا في سبيل الله. والله ما أراد أبي غير هذا السبيل. أي سبيل لله سلكتموه هناك في سبتة، وسلكه أخوك هناك في الأندلس؟ إن كان عن مسلكنا في سبتة فأنت تعرف، وإن كان عن مسلك أخي فإن كنت على ثقة أنه قد غدر بأهله ودينه فلتعمل سيف أبيه في عنقه. لم يخطو أخوك هذا خطوة إلا بأمرك. من يومها، أجل، من يوم أن حاولت الغدر بأمير الفسطاط وأهدر دمه مع هذا القيس الذي أضعته أيضا. والله لا أدري إن كنا قد أضعنا أو أضعنا. تتحدثين عن الضياع، تتحدثين عن الضياع، وأنت تنوين أن تضيعي جيشا بأكمله، جيشا من المسلمين. من أجل من؟ اسألي أخاك. من أجل من حمل رسالة بنت حاكم سبتة وعابر بها المضيق؟ اسألي لمن حمل الرسالة. حملت رسالة لفلوراندا، لمن حملته؟ قلت كل شيء يا رباب، كل شيء، ولكنهم لا يصدقون. بالطبع لا يصدقون، لا يصدقون أن يحمل رجل حياته على كفه من أجل فتاة يا رباب. أيها السجان. لبيك أيها الأمير. أبي على رسلك بحق الله. على رسل أبيك؟ إلى متى على رسل أبيك يا ابن موسى؟ إلى أن يذبح المسلمون بيدي هاتين؟ إلى متى على رسل أبيك؟ عفوا يا أبي. عفى أبوك كثيرا، بل تمادى في عفوه. اعلم أن أباك لم يعد يملك حتى أن يعفو عن نفسه، لم يعد بداخلي من الحلم
ما يمنع يدي هذه أن تطيح برأسك لو طلبت مني العفو مرة أخرى؟ فهمت يا ابن موسى؟ بحق الله أيها الأمير، أبي السيف أبي عن رأس ولدك. كأنك تأملين في الحياة، وكأنك تنزعجين على عبد العزيز أكثر من أبيه. تنزعجين خوفا عليه أم طمعا في شفاعته؟ بل يزعجني أن يدرج سيف أبي بدم مسلم، حتى ولو كان ابن موسى بن نصير الذي احتفظنا له بسيف أبينا لتقتلنا به. لو علمنا أن نهايتنا بسيف أبينا لسألناك عن قبره ودفننا معه هذا السيف. ولتعدني أن تعمله في سبيل الله. أعدك يا أخي. تريد أن تقول؟ إذا كنت تريد أن تقول شيئا فأنا لا أريد إلا أن أسمع منك عما حدث بينكم وبين حاكم سبتة. أمرنا حاكم سبتة بقتلك، فجئنا إليك واعترفنا بما حدث. أبى علينا ديننا أن نغدر بك أيها الأمير. أبيتم إلا أن تغدروا بأميركم وجيشه. سيد الأمير، ربما غرر بخالد. أنا لم يغرر بي يا قيس، وإلا فقد غرر بك أنت الآخر. سيد الأمير، إذا كنت لازلت مصرا على اتهامي بالخيانة فهيا عجل بقتلي، أطح برأسي كي لا أسمعها ثانية. لن يدرج سيف أبيك بدمك. كنت أعلم أن أبي يملك من العفو المزيد. قلت لك لا عفو على حساب المسلمين. إذن على ما استقر عزمك أيها الأمير؟ يحمل إلى الخليفة في دمشق حتى يقتص منهم على ما فعلوه أولا وفعلوه الآن. أبي فليقيدوا أيها السجان، وليرسلوا من فورهم إلى دمشق. هيا. سمعا وطاعة أيها الأمير. هكذا يا خالد نقتل جميعا بلا ذنب؟ بلا ذنب يا رباب، إلا إذا كان هواك لفلوراندا ذنبنا جميعا. بل ذنبي وحدي، وعليك بذنبك وحدك أيضا. ليس وحدك تماما، بل أنت وقيس. نعم، أنا أعني ما أقول. أليس هذا ما سعيت إليه منذ سنوات؟ أن يحمل رجل حياته على كفه معلقة بذؤابة سيفه؟ هذا ما حدث. إذا كنت مذنبا فلم أتعلم كيف أذنب إلا منك. بل كلنا مذنبون، وعلينا أن نموت ونموت راضين، لأننا اخترنا الموت. بل لم نتعلم إلا كيف نموت. فلتختر من جندك الأشداء من يصحبهم إلى دمشق. سمعا وطاعة يا أمير المسلمين. ولترسل في طلب هذا اليوليان اللعين ليمثل أمام الساعة هو وابنته. هيا. ألا تؤجل رحيلهم بعض الوقت يا أبي؟ إلى متى يا عبد العزيز؟ إلى أن تعرف حقيقة ما حدث من يوليان وابنته. وهل نحتاج لمعرفة حقيقة ما حدث بعد قراءة رسالتها؟ أجب. قد يكون خالد ضحية هذه الفتاة، وقد تكون رباب بريئة مما حدث. بل قد تكون لا علم لها بما حدث يا أبي. بل أنا واثق أن ما حدث قد تم دون علمها. ما الذي يدفعك إلى هذه الثقة؟
فرارها إلى الحصن دون علمنا؟ أولى بك أن تغار على دينك لا أن تدفع أباك إلى التفريط في حدوده، وأولى بك أن تنصرف الآن. انصرف. أعتذر لجرأتي ودخول مجلسكم يا سيدي. تعتذرين عن ذلك فقط؟ لا أرى لي ذنبا غير هذا، لا أرجوك المعذرة عنه. لا ذنب لك إلا دخولك مجلسي دون إذني. ولا ذنب لخالد أيضا. إن كان ولابد أن يكون هناك ذنب فهو ذنبي. أتيت لتقولي إنه ذنبك؟ إذا اعتبرته ذنبا يا سيدي. لماذا تجرأت ودخلت إلى مجلسي خلسة؟ أجيبي. لأنه يجب أن أكلمك خلسة يا سيدي. خلسة؟ وكأنك أتيت لتعترفي. أجل، لتعترفي بما حدث. هو ذاك يا سيدي. ماذا يمنعك؟ هيا اعترفي. لم يعد هناك ما يمنعني. قولي إذن، لماذا أرسلت خالدا بهذه الرسالة إلى إمبراطوركم؟ كنت آمل أن يحل رجل واحد محل جيش بأسره فيوفر عليكم على أبي العناء. أي عناء أردت أن توفريه علينا؟ عناء دخول الأندلس. من قال لك إننا نريد أن نجنب جيشنا العناء؟ بل من قال لك إننا سنعاني أصلا؟ كنت أعرف ذلك سيدي، كنت أعرف أنه لا أحد يعاني بدل من أحد. غاية ما يحدث أن يتقابل جيش بجيش، وسواء أكان نصرا أم هزيمة فالمسألة لا صلة لها بي بمعاناتي أنا. أنا أؤمن أن دم جيش بأسره لا يستطيع أن يعوض دم إنسان واحد، فالحرب لا تعوض بل تسكب دماء أخرى. أنا لم أعاني من أمة لأرسل لها أمة، بل عانيت من رجل واحد قضى علي، فلا يشفي غلتي منه إلا رجل واحد. وكان ذلك الرجل هو خالد الذي أرسلته ليشفي غلتك. نعم أرسلته، ولا يرضيني أن ينتقم منه إلا خالد، وخالد فقط. هل تعرف يا سيدي لما خالد فقط؟ لأنه أمل وما زال يأمل أن أكون له، ولا يدرك أن هذا الإمبراطور لم يدعني له، فحق له هو فقط أن ينتقم لي ولنفسه. هل أفهم مما سمعت؟ سيدي فلتفهم شيئا واحدا، إذا كنا قد خدعناك فنحن لم نخدعك إلا في أمر واحد، هو سبب حضورنا إلى هنا ودعوتك لإسقاط الإمبراطور. أخبرناك أننا نساعدك على عبور الأندلس حماية لمدينتنا سبتة، والأمر غير ذلك يا سيدي، فأنت تعرف أن سبتة قد امتنعت عليكم. لم ندعوك لعبور الأندلس وإسقاط الإمبراطور إلا انتقاما منه لفعلته. أردنا أن نسقطه لأنه أسقطنا يا سيدي. ولكنك كتبت له تزعينه للقائك مسرعا لينفرد به خالد ويقتله. نعم كان سيسرع لمقابلتي منفردا. أنا أعرف كيف يأتي مسرعا دون دعوة، فكيف إذا دعوته؟ هل ترى أنه ما زال هناك غدر لكم يا سيدي، أم أن الغدر كله كان من نصيبي؟ لا تعترف فتاة بمثل ما اعترفت حرصا على حياتها أو حياة أبيها، فلعلك مدرك يا سيدي
أن الموت أهون عندي من الحياة. هل اعترفتي لتنقذي خالدا ورباب وقيس؟ لا، لا تعلم رباب عن محنتي شيئا، ولا قيس أيضا، بل أن خالدا لا يعلم لما ذهب ليقتل الإمبراطور، ولا يجب أن يكون جهله هذا سببا في قتله هو وأخته. الحاكم يوليان يا أمير المسلمين. دعه يدخل. أنت هنا يا فلوراندا؟ أيدهشك رؤيتها هنا أيها الحاكم؟ يدهشني اجتماعها بأبيها أمامكم. ربما أزلنا دهشتك لو سألناك سؤالا واحدا. سؤال؟ نحن إذن في محل اتهام. بل في محل مساءلة. أي سؤال تقصد أيها الأمير؟ سيدي أتوسل إليك، فليسأل أبي في حضراتكم فقط. إذن فإن هناك من الأسرار ما يقتضي انفرادي بالأمير. ليست أسرارا يا أبي، بل سرا واحدا. أي سر يا فلوراندا؟ وهل أتى بنا إلى هنا إلا سر واحد؟ اتركنا وحدنا يا طريف. سمعا وطاعة أيها الأمير. أي سر أتى بكم إلى هنا أيها الحاكم؟ هل قلت له يا فلوراندا؟ كان يجب أن أقول. أكان يجب أن تمرغي وجه أبيك في التراب؟ بل كان يجب أن أفتدي من عمل على السأر لي، وأفتديك أيضا يا أبي. لم تجب على سؤالنا أيها الحاكم. ماذا تريدني أن أقول يا سيدي بعدما قالت؟ أقول إنا جئنا هنا نبحث عن شرفنا في القيروان، شرفنا الذي فقدناه هناك في طليطلة. أقول إني جئت بهذه اليتيمة فلوراندا كي أبحث لها هنا عن أب، نعم، أب يرد عليها شرفها ويرد عليها شرف أبويها ويدفع عنها اليتم يا سيدي، نعم اليتم، فإني أحس أنها يتيمة منذ عدت بها من هناك من طليطلة. فلا عجب إذن يا سيدي أن نبحث هنا عن أب، أن نبحث هنا عن أبوة تحمينا ونحس بالفخر يا سيدي ونحن ندعي بنوتنا لها. أليس هذا كافيا يا سيد الأمير لمساعدتكم لنا؟ لم يكن كافيا لعبورنا، فيكفينا إزالة هذا الغادر من فوق أرض يدنسها مخالفا أي دين. أيها الحاكم، خذ ابنتك وانصرف، ولتستعد للعودة بها إلى سبتة، ولتجهز رجالك ومراكبك، فقد آن لكم أن تجدوا أبا تفخرون ببنوتكم له. انتظروا إلى أن يأمر الأمير بالرحيل. أمر برحيلنا لفورنا، فماذا تنتظر؟ سيدتي لا أستطيع أن أخرجكم إلا صمتا، ولينتبه الجنود. فليتحرك الجنود. هيا. قلت فليتحرك الجنود فقط أيها الحارس. الجنود فقط؟ كيف يا سيدي؟ فلتنصرفوا، انصرفوا، اذهبوا من حيث أتيتم. هيا هيا انصرفوا من حيث أتيتم. هيا. أيها الحارس، طوع أمرك يا سيدي. فك وثاقهم. سمعا وطاعة يا سيدي. أيها
رحل إلى دمشق يا سيدي. لا أريد أن أسمع منكم إلا شيئا واحدا، كيف أرد عليكم ما فقدتموه لإهانتكم هكذا؟ كيف أعوضكم عما حدث؟ قولوا، قولي يا رباب، اطلبي ما ترينه عوضا عما حدث. الليلة يا سيدي. الليلة ماذا؟ الليلة يصلك مطلبي. ماذا تظن أنها طالبة يا أبي؟ يأتينا الليل باليقين لا بالظن يا عبد العزيز. ها هو الليل قد أتى من سويعات ولم يأتي بشيء. ما زال في الوقت متسع يا ولدي. ما ظنك أنت بطلبها؟ كل ما أخشاه أن تطلب الرحيل. أما زلت تخشى رحيلها يا عبد العزيز؟ أخشى أن نكون قد زدناها جراحا أخرى فوق جراحها يا أبي. يحس أبوك أنه آن لجراحها أن تلتئم. قطعت الشوط إلى نهايته يا ولدي، وما عليها الآن إلا أن تستريح. أمه، كيف حالها الآن يا أمي؟ بخير يا ولدي. بخير. أين أتاها الخير يا أمه؟ على رسلك يا ولدي، لا داعي لكل هذا القلق. ألم تقل لك عما تنتوي فعله؟ لم تقل شيئا، لا زالت صامتة. أعددنا العشاء ولم تقربه يدي يا أبا عبد الرحمن. أنا لن أقرب طعاما حتى. حتى ماذا يا عبد العزيز؟ حتى يعتذر أبوك لها؟ عفوا يا أبي، عفوا، أنا لم أقصد. ماذا تقصد إذن يا ولدي؟ لا شيء يا أبي، فلتسمح لي بالانصراف. لا عليك يا أبا عبد الرحمن، أنت لا تجهل عبد العزيز، لا يكدرك ما قال. هيا هيا إلى طعامك. لن أقرب طعاما حتى أعرف مطلبها. لن تقرب الطعام؟ نعم، لن تمتد يدي إلى الطعام. أيعقل أن تمتد يد لتقتلها ثم تمتد بعد ذلك إلى طعام وكأن شيئا لم يكن؟ أتبكي يا أمير القيروان؟ إلى ما يدخر أمير القيروان دمعه؟ إلى ما؟ وقد أخطأ في حد من حدود الله. كان علي أن أذكر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. قالها لي ولدك يا عبد العزيز. نعم، قالها لي ولم ألتفت إليه. قال: تثبت يا أبي. أجل، كان علي أن أتثبت وأن أعي أنه لم يولد المسلم الذي يخون دينه وأهل دينه. نعم، لم يولد بعد يا ابن نصير. لا أرى ترضية لها إلا أن تزفها إلى ولدك عبد العزيز. ليتها تقبل يا أم عبد الله، ليتها تقبل، فقد جهزت كتفي من سنوات لحملهما وهما في ثياب عرسهما. ليتها تقبل لأعلم أن الله قد قبل مني وعفى. Thank you.
يعقلوا أن نظل صامتين طوال الليل يا رباب؟ ولا يعقل أيضا أن تشيحي بوجهك هكذا؟ ألم يرضيك كل ما قلت يا رباب؟ أجيبي، فقط أجيبي، أجيبي، لأنني لن أكف عن الكلام ولو صمت العمر كله. ماذا تريدني أن أقول يا خالد؟ لا تقولي إلا أنك قد صفحت عني يا رباب. بل أنا أولى منك بصفحك عني يا أخي. أصفح عنك؟ وما لجأت إلى الصمت الآن إلا لأنني لا أجد ما أقول لك. ظلمتك يا خالد. بل قسوت عليك يا رباب، قسوت عليك ونحن في السجن يا رباب. قسوت علي ببضع كلمات، ولكني قسوت عليك العمر كله يا أخي. رباب، لم أكن أقصد، فعلا لم أكن أقصد أنك علمتيني الموت. ليكن هذا ما حدث، سواء قصدته أو لم تقصد، فأنا لم أعلمك إلا كيف تموت يا أخي. نعم، هذه هي الحقيقة، أنا لنا أن نعيها، وأن نعي أيضا أننا بحثنا عن الموت طويلا، حتى حسب أننا نتعشقه فعشقناه. أين قيس؟ قيس؟ نعم، ثالث عشاق الموت، بل عاشقه الأول. لماذا تريدين قيس الآن؟ ليسترد روحه من فوق كفه ويرجعها إلى حيث كانت. ماذا تعنين يا رباب؟ خالد، أنا لنا أن نكفر عن ذنبنا معا. هل تنوين أن يقبض قيس ثمن ما باعني؟ قل له أن يذهب إلى الأمير الآن. الأمير؟ نعم الأمير، الأمير ينتظر الرد الليلة، فليكن الليلة كما وعدت. لكنك تعرفين أن أنا لا أعرف إلا أن الأمير ينتظر ردي من ساعات، وقيس ينتظر نفس الرد من سنوات. هيا يا خالد، أم أنك لا تريد أن تتعلم شيئا آخر غير الموت؟ هيا. قيس، قيس، أنت يا قيس؟ بل قل لي إلى أين يا خالد؟ إلى أين؟ أرحل يا قيس؟ إلى أين؟ لا أعرف. لا تعرف إلى أين؟ ولما ترحل أصلا؟ لابد لي أن أرحل، أنا لي أن أبتعد. ولما تبتعد الآن؟ أخوفا على حياتك؟ لم أخف على حياتي عندما كانت ذا فائدة، فهل أخاف عليها الآن وقد أصبحت بلا نفع؟ لم يعد هناك ما أخاف عليه يا خالد. ولما ترحل إذن؟ لا أريد أن أحمل ربابة أكثر مما احتملت، لا أريد أن أكون مرهقا حتى لو كنت أطلب ما لي. هل مللت الانتظار يا قيس؟ بل مللت أن أكون مزعجا. بقي شيء واحد لم تزعج به رباب، لم تطلبها من الأمير؟ لا أريد أن أكون مزعجا إلى هذه الدرجة. حتى ولو طلبت هي ذلك؟ ماذا طلبت؟ أن تزعجها كما قلت لك. هيا هيا يا قيس، أم تراك ما زلت عازما على الرحيل؟ قيس، ما هذا؟ أولى بك أن تهرول لا أن تجلس هكذا. دعني أتأمل ما قلت. هل طلبت رباب أن أخطبها من الأمير؟ نعم. وما دخل الأمير فيما اتفقنا عليه؟
أنت تعرف منزلة الأمير بالنسبة لنا، أم تراك تريد أن تتزوج رباب دون علمه؟ لست خائفا بعلمه لهذا الزواج، وإنما خائفا برفضه هذا الزواج. يرفض؟ أترى أن الأمير يفضلني على ولده؟ عبد العزيز؟ نعم عبد العزيز، ما حسبت في النهاية أن الأمير يفضلني على ولده. عليك بخطبتها كما قالت. وبعد؟ ستسمع قوله. أنا لا يعنيني قول ولا أين يفضل، بل يعنيني قولها. ماذا ستفعل رباب عندما تعلم أن الأمير يرفض خطبتي لها؟ لن تستطيع أن تجيب على أسئلتك هذه وأنت جالس هكذا على سرجك في مدخل دار الإمارة. وكيف ستجيب إذن؟ فلتبدأ حتى تصل إلى النهاية. حسن يا خالد، فلأبدأ. فلتنتظراني هنا، إني أحس أنني راحل بكم الليلة. هيا يا خالد. هيا قيس. خالد، في الطريق للأمير برد رباب، أليس كذلك؟ هو كذلك يا عبد العزيز. ماذا طلبت من الأمير؟ قل يا خالد، لماذا تجيح بوجهك هكذا؟ ماذا طلبت من الأمير يا قيس؟ أريد أن أعرف ردها. ما لكم لا تردان؟ هل طلبت الرحيل؟ تكلم، قولا، ما سر صمتكم هذا؟ لم تطلب رباب الرحيل يا عبد العزيز. ها لا يخيف، فلتطلب من الأمير ما تطلب، فقط لا ترحل. ما لكما تقفان هكذا؟ هيا تقدما وأبلغ الأمير بردها، فهو في شوق لسماعه. هيا. أبي، ماذا تريد يا عبد العزيز؟ أريد الإذن بدخول قيس وخالد لتسمع منهما. أرسلتهما رباب؟ فليدخلا. تعال يا قيس، تقدم يا خالد. السلام عليك يا أمير المسلمين. وعليكم السلام يا ولدي. أرجو أن يكون فيما أسمع مدعاة للسرور يا قيس. قولا، ما مطلبكما؟ الحقيقة يا أبي. هل جئتما بما لا يقال؟ الحقيقة يا أبي. ما بالكما؟ ما الحقيقة يا خالد؟ الحقيقة يا أبي أن قيس أتى إليك أتيت إليك أيها الأمير لأبلغك أن رباب ترغب. ترغب في أي شيء؟ قل أي شيء إلا أنها ترغب في الرحيل. لا يا سيدي، لم تفكر في الرحيل بعد. فيما فكرت إذن؟ تطلب السماح لها بالمقابلة لتعرض بنفسها مطلبها. تعرفين لما لم أخبره يا رباب، وتعرفين أنني لن أستطيعها مع الأمير موسى. لا أستطيع أن آتي لك بأهل على هواك لتطلبني منهم يا قيس. وأنا لا أستطيع أن أطلب المستحيل يا رباب. قسوة أن أخرج قلب ولده من أحشائه وألقيه عند قدمي، وبعدها أطلب منه أن يبارك ما فعلت. أنت